غوريال على تنفيذ الركلة الركنية، ولكن الله الله خطأ مكلف للغاية يا رايسن بولحي، يعطي شيخ أندية الأحساء المقدمة الآن وهدف التقدم في هذه اللحظات. قلنا بأن الهدف قريب جدا، وفعلا وفعلا أدى الهدف، أدى الهدف من هذا اللاعب فابريسيو. فابريسيو جابها، جابها بالبرازيلي، جابها. شوف الغلطة، شوف الغلطة، رايسن بولحي يقع في خطأ، في خطأ، في خطأ مكلف للغاية يكلف هذا الهدف، هذا الهدف الأول. والهدية، الهدية المجانية، فابريسيو لا يصدق نفسه يسجل الهدف الأول. هو الماضي دوري يلو للمحترفين، هنا الآن محاولة مع الخليف، الخليف يلعب كرة الآن، محاولة هجراوية لقتل المباراة تماما، كرة على الجهة اليمنى الآن، محاولة للعب كرة عرضية ومحاولة، شيخ الأندية يا شيخ، شيخ الأندية يا شيخ، هجر الآن ينهي المباراة تماما بهذا الهدف الحاسم، بهذا الهدف القاتل. ثنائية خيالية هجراوية في شباك رايسن بولحي، رايسن بولحي. شوف هذه الكرة الماضية، وشوف اللاعب البديل حامد فهد، وهنا الكرة الرأسية التي أعلنت عن الهدف الثاني. يا لهذا الفريق، يا لهذا الفريق، هنا الفخر مع نادي هجر، هنا الهدف يا ناس، هنا الهدف يا ناس. جيان جيان جيان.